متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، بحيث اضطرت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء لاستعمال أسلحتها الوظيفية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك في تدخل أمني لضبط مجموعة من الأشخاص كانوا في حالة دفاع قوية، وعرضوا أمن عناصر الشرطة وسلامتهم الجسدية لاعتداء جدي وخطير. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية لشرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف مجموعة من المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارتين بعد تبادلهم للعنف بالشارع العام بمنطقة أنفا وسط الدار البيضاء، غير أنهم واجهوا عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالقنينات الزجاجية، الأمر الذي اضطر معه مقدمي شرطة من عناصر الدورية لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق عدة عيارات نارية أصابت هيكل إحدى السيارتين، ومكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف أحد المشتبه فيهم بعين المكان. مضيفا البلاغ أن العمليات الأمنية المنجزة لاحقا في هذه القضية أسفرت أيضا عن توقيف مشتبه فيه ثان وتحديد مكان إحدى السيارتين التي كانت على متنها المشتبه فيهم وحجزها، فضلا عن حجز دراجتين ناريتين، فيما تم تسجيل خسائر مادية على مستوى إحدى سيارات الشرطة التي شاركت في هذا التدخل. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية باقي المتورطين في هذا الاعتداء في أفق توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة. مشاهدي قناة شوف تيفي، كنتم معنا في مباشر، ورجال حموشي يستخدمون أسلحتهم الوظيفية لاعتقال أشخاص في حالة اندفاع قوية. شكرا لكم وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.